يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم باختصار، وأنا سعيد بالتواصل معاكم من خلال هذا البرنامج، وإن شاء الله هذه الليلة نقدم لكم حلقة تحوز على رضاكم. حلقتنا هذه الليلة مشاهدين الكرام راح تكون عن انتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2019، وراح نستضيف اليوم مرشحين. المرشح الأول اللي راح يكون ويانا أخوي العزيز أنور مساعد الطبطبائي، مرشح الدائرة الثالثة، وراح نتكلم وياه في الكثير من القضايا، سبب نزوله والانتخابات وكل ما يدور في هذه الانتخابات وكل ما يدور في أذهانكم. أيضا راح يكون في الفقرة الثانية مشاهدين الكرام ضيفنا وضيفكم مرشح الدائرة الثانية أخوي صالح علي غضنفر، أيضا الأخ العزيز، راح نتكلم وياه في الكثير من الأمور اللي تخص انتخابات التكميلية 2019. طبعا الانتخابات مشاهدين الكرام، الانتخابات يعني التكميلية دائما يعني ما لها قواعد يعني انتخابية، نقول يمكن دائما عنصر المفاجأة يكون في كل انتخابات، لكن في هذه الانتخابات تحديدا البعض يقول أن الأمور شبه محسومة، يعني يمكن من هنا 4 أسماء في الدائرة الثانية ومن الدائرة الثالثة 4 أسماء محصورة بين هؤلاء الأشخاص بدون ذكر هؤلاء الأسماء. الأخ صلاح الجاسم أيضا طلع وأكد على هذا الأمر في أنظمة صلاح الجاسم، وقال أن هناك مرشحين في الدائرة الثانية هم لهم أكثر حظوظا، طلع يمكن أيضا 3 مرشحين أن هم حظوظهم أكبر في الدائرة الثالثة، وهناك 2 في دائرة المنافسة. فأعتقد هذه الانتخابات راح تعتمد على مسألة الحضور، المرشح اللي حضر قواعده بشكل كبير تحضر قواعدك، اعتقد راح تكون فرص نجاحك اكبر، لان هناك يمكن قد يكون دائما في الانتخابات التكميليه نسبه الحضور فيها يعني 30% 25%، فتحتاج دائما مساله الحضور ان كل مرشح يحضر قواعده في هذا اليوم وفي هذه الانتخابات ويبدا من قاعدته ثم ينطلق الى الدائره بشكل عام. أيضا مشاهدي الكرام يعني يمكن فيها تيارات اليوم موجودة في الدائرة الثانية، أعتقد عمل التيارات السياسية أيضا لها دور في هذه الدائرة بالإضافة للمستقلين، وهناك حديث كثير يعني أعتقد في هذه الانتخابات. عموما نتمنى التوفيق للجميع في انتخابات 2019 التكميلية، ونقول يا رب إن شاء الله أن تكون المخرجات لمصلحة الكويت بإذن الله تعالى. في كم موضوع ودي أتكلم فيهم مشاهدينا الكرام قبل لا نبدأ مع ضيوفنا، مع أخوي أنور مساعد طبطبائي. الحديث الأول يمكن اليوم أثير موضوع تنظيم الكويت لكأس العالم، يعني أنها ستكون بمشاركة دولة قطر وسلطنة عمان، واليوم الفيفا طلع وكان هناك اقتراح في هذا الموضوع، وصرح السيد رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم وأيضا رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في قضية قد تكون الكويت يعني راح تنظم كأس العالم، إحدى مجموعات كأس العالم. فنتمنى، وهذا أعتقد أنه يكون حدث عالمي، فنتمنى إن شاء الله من الإخوان في الحكومة يعني الاهتمام في هذا الملف وفي هذا الموضوع، وأعتقد من يحسم هذا الأمر تاريخ 5/6 في اجتماع الاتحاد أعضاء الاتحاد الدولي في موضوع هل أنه سيكون هناك 48 فريق مشارك، بالإضافة إلى أن يكون هناك تنظيم لدول أخرى غير قطر، الكويت وعمان المرشحين في هذا الموضوع، ويا رب أن نفرح في تنظيم كأس العالم وتكون يعني الكويت مشارك ونشوف هذه البشرة بإذن الله تعالى. أيضا في موضوع أمس أثير في مجلس الأمة ودي أتكلم عنه بشكل سريع، موضوع زواج 400 رجل لرجل في موضوع بدل الإيجار اللي أثاره النائب عبد الله الرومي واللي أكدته وزيرة الأسكان والأشغال الأخت جنان بوشهري. الإخوان في مجلس الأمة يعني حطوا لجنة تحقيق لمدة 2 شهر تطلع نتائجها في هذا الموضوع، أعتقد هذا الموضوع موضوع خطر جدا، يعني إذا تقول أنت 400 رجل متزوج رجل يعني في يعني إن كان تزوير وليس القصد في مثليين أو غيره، حد يجب أن يكون هناك معرفة شلون صار هذا الأمر، يعني أمر يمكن ما يدخل في البال، معقول أن هذا الأمر وشلون مر من خلال، إذا كان الإخوان في العدل في التوثيقات لهم دور في هذا الموضوع، إن كان الإخوان في الرعاية السكنية أيضا لهم دور، والأخت وزيرة الإسكان في هذا الموضوع، يعني معناته هناك 800 مزور، هناك اللي من زور، هناك اللي في العدل من ساعد في هذا التزوير، أعتقد موضوع خطير يعني يجب أن لا يمر مرور الكرام. والخوف دائما الحديث عن مجلس الأمة في لجان التحقيق، دائما الناس يقول لك إذا راح لجنة التحقيق معناته ماكو شيء وسلامات، لا، مفروض مثل هذا الموضوع
ان الاخوان في اعضاء مجلس الامه يسارعون في معرفه مدى صحه هذا الموضوع، واعتقد تناقلته حتى يعني الاخبار العالميه وغيره، لان موضوع فعلا قريب جدا. مشاهدينا الكرام، ايضا الموضوع الثالث ابارك لاخوي العزيز الاعلامي سعد العجمي. سعد العجمي ردت لجنسيته الحمد لله، ويعني كانت بمبادره ساميه من حضره صاحب السمو امير البلاد الله يطول بعمره، يعني والاخوان في الحكومه، بعد ان تم تشكيل هذه اللجنه واعاده جنسيته، وكل الشكر لصاحب السمو امير البلاد، ونبارك للاخ سعد العجمي. الاخ عبد الله دبي معدنا في برنامج باختصار سوى لقاء يعني مختصر مع سعد العجمي، واعتقد سعد شكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وكان في لقاء وتحدث عن هذا اللقاء مع صاحب السمو. وأيضا سعد قال في مانشيت أني خلاص أنا اعتزلت الإعلام التقليد اللي هو التلفزيون نهائي، وخلاص الإعلام بالنسبة لي أمر انتهى. وأيضا تحدث سعد أنه خلاص لا ينتمي لأي تيار سياسي، وأن جنسيته عادت وفقا للمادة الأولى اللي هي كانت عليه في السابق. مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف هذا اللقاء مع الأخ سعد العجمي ومع الأخ عبد الله دبي معدنا في برنامج باختصار، ومن ثم راح يكون معانا مرشح الدائرة الثالثة أخوي العزيز أنور مساعد الطبطبائي. خلونا نشوف هذا اللقاء وراجعين لكم. القصيدة زينة لا من زان جوه، ما لها إلا نفح عود ونفح جاوي، فاتنا الزهر ضمانه في علوه، وارتفع به لين عدي هالهقاوي، طافح شبحي وخاين نوم نوه، برقها شعال والرعد داوي، سيلها شره على من كان توه، لا تمد نديرة ما هو بياوي، لا تمد نديرة ما هو بياوي. السمو ينصح أبنائه ويسدي الرأي لأبنائه. استمعت من سموه اليوم لكلام تجاهي شخصيا، تجاهي وتجاه أسرتي، ما أعتبره وسام على صدري، فكان لقاء أبوي، لقاء الأب بابنه، وأنا أشكر على هذه اللفتة الأبوية الكريمة. والله شوف، أنا ما أعتبر جنسيتي سحبت، اللي سحب مني فقط أوراق. الولاء والانتماء والارتباط بالوطن ليست ورقة وليس حبر على ورق، هذا شعور مغروس فيني في داخلي، فبالتالي تجربة كانت مؤلمة، لكنها في نفس الوقت كانت بمثابة التحدي، بمثابة تحدي أن تعيش بانتمائك، أن تعيش بولائك حتى لو لم تكن على أرض الكويت. فبالتالي كانت تجربة استفدت منها شخصيا، أنني اكتشفت أن رأس المال في هذه الحياة هو مقدار حب الناس لك. يعني أنا أعتقد أن الإعلام مرحلة وانتهت في حياتي، كل إنسان في حياته محطات، فأنا أعتبر الإعلام المرئي بالنسبة لي مرحلة وانتهت، ليس كرها في الإعلام، ولكن للعمر أحكام، وبالتالي اليوم في عالم التواصل، مواقع التواصل والسوشيال ميديا، أصبح لكل إنسان منبر إعلامي خاص فيه، وأنا حسابي والله الحمد لله يعني متابعيني بمئات الآلاف، فأعتقد أنني من خلال حسابي في تويتر أو في سناب أملك قناة خاصة فيني. لا، العمل السياسي ما هو خيار. العمل السياسي عايش مع كل مواطن كويتي، يعني احنا بالنهاية مشهورين في الخليج باننا بلد المليون سياسي، الكل في الكويت سياسي، سياسي في الديوانية، سياسي في الشارع، سياسي حتى في المناسبات. القضية ما هي قضية العمل السياسي، ما هو مباراة، ما هو كرة قدم تعتزلها عندما تبلغ سن 28 أو 30. العمل السياسي مستمر مع الإنسان، لكن الآراء قد تتغير في بعض القضايا، المواقف قد تتغير، لكن المبادئ ثابتة. اليوم إحنا لما نتكلم عن الموقف والمبدأ، مكافحة الفساد مبدأ، هذا ما يمكن تغيره،
وحتى صاحب السمو حفظ الله ينادي دائما بالاجتهاد في المكافحة الفساد. حماية المال العام هذا مبدأ، حماية الدستور هذه مبدأ، هذه مبادئ عند الإنسان لا يمكن أن يتخلى عنها. أما قضية المواقف فالمواقف متغيرة بتغير الحدث، والعمل السياسي مثل ما قلت لك ما هو لعب كرة قدم تعتزله في سن معين. منذ أن سحبت جنسيتي لم أعد عضوا في أي تنظيم سياسي بسبب الواقع القانوني الجديد اللي مريت فيه قبل 4 سنين. ومن خلال هذه التجربة أنا أعتقد أن التيارات السياسية ووجودها في المشهد السياسي هو مثري للعمل السياسي بشكل عام، لكن بالنسبة لي أنا لن أنتمي لأي تنظيم سياسي في المرحلة المقبلة. سأكون سياسيا مستقلا بآرائي مع إيماني التام بدور التيارات السياسية في إثراء الحياة السياسية في الكويت وفي غيرها من الدول. فيما يتعلق بموضوع الخذلان أقول ألف شكرا ألف شكرا ألف شكرا لأبناء الشعب الكويتي، اطلاقا لم يخذلني احد. الناس ما تخذل، انت من يخذل نفسك. الشعب الكويتي بسنته وشيعته وبدوه وحضره كان بالنسبه لي الداعم بعد الله سبحانه وتعالى. دعوات الناس، مواقف الناس، تجي تقول لي والله سين من الناس او صاد من الناس خذلك، هذا يبقى شخص لا يمثل الشعب. وانا لا اقيم الاشخاص، أنا أقيم الشعوب، أقيم المجتمع. المجتمع لم يخذلني ولم يخذل غيري. شخص سي من الناس، صاد من الناس، اتخذ موقف بالنسبة لي كان غير مرضي، أنا ما أعتبره خذلان لي، أنا أعتبر أنه خذل نفسه أولاً، هو خذل مبادئه. فقضية الخذلان ليست موجودة إطلاقاً. أنا القناعات اللي عندي والمبادئ اللي عندي ما آمنت فيها من أجل سين أو صاد من الناس، ما هو بوصلتي هذا شيء من الناس وصاد من الناس، ليس بوصلة سياسية لي أقتدي فيه. أنا من يكون قناعاتي التي تشق طريقي. أما فلان خذل أو فلان ما وقف الموقف الذي يجب أن يتخذه، هذا خذل نفسه قبل أن يخذلني. لا الجنسيتي عادت وفق المادة الأولى بالتأسيس، لأني أنا كويتي بالتأسيس أبا عن جد، أبدا دون تغيير، وهذا بأمر مباشر من سمو الأمير حفظه الله. الكلمة الأخيرة لن أجد من أي كلمة في قاموس اللغة العربية، لن أجد أي كلمة تفي صاحب السمو حقه. صاحب السمو بالنسبة لي أنا على الأقل، وأنا أتكلم عن نفسي، وقف معي موقف لا يمكن أنساه. يكفيني ما قال صاحب السمو في لقائه مع النواب قبل 3 أسابيع، عندما قال سعد العجمي ابن من أبنائي، وأنا أحب سعد العجمي وأقدر سعد العجمي، وأنا أقول من هذا المنبر أنا أيضا أحبك يا سمو الأمير وقدرك يا سمو الأمير، وموقفك معاي لن أنساه، سأورثه حتى لأبنائي. والكلام اللي قلته في حقي اليوم تاج ووشام أضعه على صدري وعلى رأسي، أنا وأسرتي وقبيلتي كاملة. القصيدة زينة من زان جوه ما لها.